السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. النهاردة المحاضرة الثانية أو المحاضرة يعتبر الثالثة معانا، بتتكلم عن دراسات تجارية ومصطلحات بلغة عربية. الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية. ده خدنا في المحاضرة الأولانية الفصل الأول مفاهيم أساسية في التحليل الاقتصادي، وخدنا تعريف علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية، وخدنا في المحاضرة الثانية النظم الاقتصادية. أما المحاضرة الثالثة اللي هو الفصل الرابع قياس الدخل القومي. قياس الدخل القومي عشان بس نقدر نقيس أي دخل في الدنيا لازم بيتطلب منا بعض المطالب اللي هو مقاييس الأداء الاقتصادي، أساليب قياس الدخل القومي، مشكلات قياس الدخل القومي. أول حاجة عندنا هنعرفها مقاييس الأداء الاقتصادي. مقاييس الأداء الاقتصادي في حاجة اسمها الناتج القومي الإجمالي. تعريفه إيه؟ هو القيمة السوقية لأي منتجات نهائية اللي بتنتج بس خلال عام في زمن معين خلال عام، وهو قيمة الناتج الجاري من السلع والخدمات النهائية برضو خلال فترة زمنية. عشان كده بنلاحظ ان احنا بننتج سلع وخدمات نهائية هي بس اللي بتدخل في حساب الناتج القومي، وبالتالي بنبعد خالص عن السلع الوسيطة دي، بتخش بقى قيمة مضافة تانية. اما الناتج الجاري من السلع والخدمات هو فقط الذي يدخل في حساب الناتج القومي الاجمالي، ونستبعد بعض السلع والخدمات الاخرى. انما العمليات المالية البحتة لا تدخل في حساب الناتج القومي الاجمالي، ومن وكده يبقى في مبيعات الاسهم والسندات والمدفوعات التحويليه والارباح كلها ديت لا تدخل في حساب الناتج القومي. الناتج القومي الصافي بنقول عنه ايه؟ بيساوي الناتج القومي الاجمالي كله بنطرح منه اهلاك الاصول الراسماليه. يعني بجيب الناتج القومي الصافي ده عاوز اجيبه اعمل ايه؟ اجيب الناتج القومي الاجمالي اطلع منه اهلاك الاصول، اهلاك الاصول اللي انا استخدمتها علشان اطلع الناتج ده. طب تعريف بعد كده، يبقى ده تعريف اللي هو الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي. عندي بعد كده الدخل القومي. في فرق بين الدخل القومي والدخل الشخصي. الدخل القومي هو مقياس حقيقي لاداء الاقتصاد، فهو بيعكس قدره المجتمع على استخدام وتطوير قدرته الانتاجيه. ليه؟ ارفع مستوى معيشه الفرد اللي عايشين فيها، وفي نفس الوقت الدخل القومي بيساوي ايه؟ الناتج القومي الاجمالي ناقص الاهلاك ناقص الضرائب الغير مباشره. واما الدخل القومي يبقى خلاصته الناتج القومي الصافي ناقص الضرائب الغير مباشره. عشان تقدر تحل في اي مسائل جات لك تقدر تحلها بالقوانين دي، دي قوانين تحفظ زي ما هي كده. الدخل الشخصي عشان احسبه بجيب الدخل القومي بطرح منه الارباح الغير موزعه واقساط التامينات والمدفوعات التحويليه، تمام؟ ده بالنسبه للدخل الشخصي، وده مجموع كل انواع الدخول اللي بيحصل على الفرد. اما الناتج المحلي يجب اللي احنا نميز بين لفظ محلي وبين لفظ قومي. المحلي ده كل نشاط يجرى على ارض الدولة، تمام؟ ملوش دعوة بالخارجي. اذا كان النشاط ده هو الناتج من السلع والخدمات سموه ناتج، يبقى ده هنا الناتج المحلي بغض النظر عن جنسيته بقى. اما القومي كل نشاط يقوم به المقيمون اللي بينتموا للدولة حتى لو مارس نشاط خارج حدود الدولة، ده بيسموه ناتج ايه؟ قومي. اذا كان هذا النشاط نشاط انتاجي سميه بالناتج القومي بغض النظر عن ايه الدوله هو ايه شغال فيه. ده الناتج القومي والدخل الشخصي والدخل ايه القومي. عندنا بعد كده الدخل المحلي. الدخل المحلي هو مجموع الدخول اللي يحصل عليها اصحاب خدمات عامل الانتاج المقيمين ومن غير المقيمين. ولاحظ طبعا ان الواقع المحدد للدخول اللي تدخل في حساب الدخل المحلي هي واقع الحصول على هذه الدخول اثناء سران ايه عمليه الانتاج، تمام؟ انا بقيسه ازاي؟ المفاهيم دي كلها لازم تحفظ ولازم تدق، يعني تدرس بدقة، لأن أي غلطة الدخل المحلي بيساوي الدخل القومي. هنحسبها إزاي وأساليب قياس الدخل إيه؟ القومي. في عندي طريقة أولى، طريقة الإنفاق، بيسموها أسلوب الناتج النهائي. أسلوب الناتج إيه؟ النهائي. بحسب جميع ما يتم إنفاقه عن منتجات نهائية، ساعة خدمات بقى واستهلاك والكلام ده كله، خلاص خلال سنة. وأما أجي أحسب الناتج القومي الإجمالي أربع تدفقات أو مكونات تدخل في هذا الحساب، اللي هو الإنفاق الاستهلاك الشخصي. أنا استهلكت إيه؟ فيما أنفقه القطاع العائلي طبعًا والخدمات، والإنفاق الاستثمار الخاص اللي هو الإنفاق اللي أنا بنفق من أجل الاستثمار، مثلًا اللي هو استثمرت على الحديق الحاجات الجديدة المصانع الجديدة أراضي مستصلحة ري صرف الكلام ده كله من أجل الاستثمار. ده إنفاق استثماري خاص، حتى لو لاحظ إن التغيير في الرصيد المخزون يكون عادة استجابة لتغير الظروف الاقتصادية العامة، تمام؟ اما رجال الاعمال بيتوقعوا تحسنا في الاوضاع الاقتصاديه، فبيخططهم لاحداث هذا التغيير، وبالتالي بقى عندهم رؤيه مستقبليه لزياده رصيدهم المخزون بعد كده.
هنشوف بقى اصلا التغيير الاقتصادي ايه، رواج ولا ازدهار، انكماش ولا كساد، ولا الكلام ده كله. وبالتالي يعتبر اضافه لرسولهم الاساسي. ده بالنسبه للي هو الانفاق الاستثماري. اما النفقات العامه الحقيقيه على السلع والخدمات النهائيه الجاريه بيسموها حب الانفاق العام على السلع والخدمات، سواء بقى كانت سلع خدمه، سلعه او خدمه مع بعض، سلعه استهلاكيه او خدمه استهلاكيه، زي النفقات العام عامل مصنع او استعمل قطاع في التعليم، الصحه، مدرسه، مستشفى، الكلام ده كله، تمام. وده بتزيد النفقات العامه على النفقات الحكوميه، نفقات العام الحكومه على السلع والخدمات النهائيه بمقدار زي النفقات التحويليه. صافي معدلات معاملات القطاع الخارجي بيثير ادخال القطاع الخارجي في حساب النقد القومي اجمالي مساله التميز بين حاجات هنعرفها الاقتصاد القومي مع الاقتصاد الخارجي. اول حاجه تصدير واستيراد، تصدير سلع وخدمات للخارج واستيراد سلع وخدمات من الخارج. ده بقى بيخش على ميزان العمليات التجاريه. شوف برضو فوائد الاجور والريع في سواء في الخارج، المحوله للخارج والمحوله من الخارج، تمام. يعني اذا كان مجموع العنصرين ا زائد ت اكبر من مجموع العنصرين ب ث بيكون صافي المعاملات القطاع كله موجب، تمام. اما اذا كان مجموع العنصرين ا زائد ت اقل من مجموع العنصرين ب وث بيكون صافي معاملات القطاع الخارجي سالب. عشان كده لا يجوز قصر معالجه المعاملات الاقتصاديه مع العالم الخارجي عند حساب الناتج القومي الايه الاجمالي، على مجرد ان انا بشوف بقى صافي الصادرات ايه والواردات ايه والكلام ده كله. بس لازم ادخل عوائد خدمات عامل الانتاج انا استخدمت فيها ايه عشان اعبر عنها في طريقه الانفاق، في طريقه ايه الانفاق. ده جدول طريقه الانفاق في حساب الناتج المحلي بيجيبه لك بحيث ان انت تعرف نوع الانفاق ايه والقيمه بالمليار ايه. الطريقه الثانيه طريقه دخول عوامل الانتاج، الطريقه بتعمل بقى ايه جمع الدخول اللي بيحصل على اصحاب خدمات عوامل الانتاج مقابل مشاركتهم في العمليه الانتاجيه اللي هو خد دخله، ومجموع هذه الدخول اللي هو الناتج القومي الاجمالي بيحصل اصحاب العقارات على الريع، تمام، وبيحصل عاملين على الاجور والمرتبات واصحاب راس المال بياخد فلوسهم، كل ده مجموع هذه الدخول الاربعه بيسمى تكلفه عامل الانتاج اللي انت بتشغلهم معاك، الناس اللي شغاله معاك. فلو ضفنا هذه التكلفه كلا من الضرائب الغير مباشره خلاص والاهلاك يبقى كده احنا دخلنا على طريقه التكلفه. ولو كان المجموع مساوي للناتج القومي يعني معناه الناتج القومي الاجمالي بيساوي ايه؟ عاوز احسب الناتج القومي الاجمالي كله، بجيب تكلفه عوامل الانتاج، بجيب الضرائب الغير مباشره، بجيب الاستهلاك او الاهلاك كلهم، وبنعبر عن كده اهو طريقه الدخل. شوف الاجور ايه والمرتبات ايه والايجارات ايه والارباح ايه والفوائد ايه، كل الكلام ده عشان اوصل في الاخر ان اقدر احسب عوامل الانتاج ايه او الناتج القومي الاجمالي ايه، تمام. الطريقه الثالثه القيمه المضافه. القيمه المضافه دي بتقوم اساسا على التفرقه بين قيمه الانتاج والقيمه المضافه اللي بيساهم كل قطاع في منشاه او توليد الناتج القومي ليه. يعني القيمه المضافه لقطاع معين او منشاه معينه قيمه انتاج القطاع او المنشاه ناقص قيمه مستلزمات انتاج المواد الخام او السلع الوسيطه. يعني مثلا لو انا عندي مصنعين، مصنع حديد ومصنع سيارات، والاثنين بتوعي، مصنع الحديد جاب لي 1000 جنيه ومصنع السيارات جاب لي 1000 جنيه، يبقى هل دخلي 2000 جنيه؟ لا، ما انا بحسب بقى ايه؟ السيارات خدت من مصنع الحديد كام؟ انا عندي 2000 ناقص الاستهلاك الوسيط. يبقى القيمة المضافة بتساوي قيمة إنتاج القطاع من السيارات خلاص ناقص قيمة مستلزمات الإنتاج، بيطلعوا 150 مليار جنيه مثلا، تمام. أهو إذا افترضنا إن قطاع إنتاج السيارات بيستخدم مستلزمات تشتريها من قطاع أخرى بمبلغ 100 مليار جنيه، قيمة إنتاج من السيارات تقدر 250، بتجيب 250 ناقص ال 100 بيديك ال 150 مليار جنيه. يعني القيمة اللي تساهم بها قطاع إنتاج السيارات في الناتج الإجمالي 150 مليار. بتجمع القيمة المضافة لكل قطاع وكل منشأة إنتاجية وبنحصل منها على قيمة الناتج القومي الإجمالي، سهلة جدا. أنت بتعمل حاجة فبتشوف التكلفة إيه، يعني عرفت جبت بضاعة، تمام؟ البضاعة دي جبتها ب 5000 جنيه، وأنا جاي صرفت عليها كام؟ طلعت كهرباء كام؟ طلعت إيجار كام؟ طلعت الناس اللي شغالة معاك في المؤسسة دي إيه؟ وفي الآخر يطلع إنتاجك كلي. مشكلة قياس الدخل القومي اللي هو بقى إيه؟ القيمة المضافة، ساعات بقى الناتج القومي الإجمالي بيعتبر مقياس الاقتصادي عادي أهو. لكن الناتج القومي الاجمالي بيعتبر مقياس غير مثالي. ليه؟ عشان في عوامل تحد من فعاليته سواء بقى كاداه لقياس الاداء او لقياس الرفاهيه اللي هنشوفها بعد كده، اللي هو مثلا تغيير مستوى العام الاسعار. ممكن تجيب بضاعه ب 100 جنيه تمام؟ وبعدين فات عليها يوم يومين رحت اشتريها تاني بعد ما بعتها ب 120 جنيه، رحت اشتريها تاني لقيتها ب 110، فانت كده ايه؟ ده انت كده ما كسبتش حاجه. لا شك ان مقارنه قيمة الناتج الاجمالي بين فترات زمنيه مختلفه لا تمكن من الوقوف بشكل عام او كما حقيقه التغير في الناتج القومي الاجمالي. على كده تغير الاسعار يا جماعه بيأثر جامد جدا في الناتج القومي الاجمالي. عشان كده
قيمه الناتج القومي الاجمالي برقم مقياس الاسعار اللي هي سنه الاساس ورقم مقياس الاسعار في سنه المقارنه لما تيجي تقارن بالاثنين بتلاقي عندك اختلاف تام في قيمه الناتج القومي الاجمالي، بينخفض وبيزيد تبع قيمه الاسعار. تمام؟ طبعا بنستبعد الانتاج الذي لا يناسب في السوق عشان نقدر نعمل انتاج ونشوف الدنيا فيها ايه. ده بالنسبه لاستبعاد الانتاج الذي لا يناسب في السوق، والاقتصاد الخفي اللي هو وجود بعض الانشطه الانتاجيه اللي تمارس في الخفاء اللي بعيد عن رقابه السلطات. ده بيجعل من مقياس الناتج القومي الاجمالي مقياس يقدر الاداء الاقتصادي للمجتمع بما يسوق قيمته الحقيقيه، لان في حاجات بتشتغل في السوق انا ما اعرفش عنها حاجه، تهرب من دفع الضريبه، السوق السوداء، الكلام ده كله. حتى بستبعد الاضرار الاقتصاديه، استبعاد الاضرار الاقتصاديه اللي هو بتنشا عن انتاج او استهلاك بعض المنتجات اضرار بتخفض من مستوى الرفاهيه، بتمثل هدر في الانتاج، بتهدر الصحه، كل ده اهدار. عشان كده بنستبعد استبعاد وقت الفراغ والتكاليف البشريه زي الاجازات. تمام؟ يعني مخترع مقياس الناتج القومي الاجمالي قالك ان من اوجه قصور هذا المقياس عدم قدرته على احتساب كل من قيمه وقت الفراغ والتكاليف البشريه. اذا كان هناك دولتان تسوان في قيمه الناتج القومي الاجمالي، فالدوله توفر وقت فراغ لافرادها وقدر اقل من وجه من الاجهاد الذهني والجسد، بتتعب قدر اكبر من رفاهيه زي المانيا، بتدي ربع ساعه مثلا بين كل اربع ساعات بحيث لتديك وقت راحه. خلاص بين كل ساعه وساعه يبقى في وقت راحه بحيث ان انت تنشط الذهن تاني وتنشط جهدك تاني فتنتج انتاج اكبر. لكن تشتغل زي المكنه بتعطل، في تجديد واحلال يا جماعه، وبيبقى في ضغط على الجهد الذهني والجهد العصبي والكلام ده كله. ده كان المحاضره اللي بنتكلم عنها مقاييس الناتج القومي والدخل القومي والاجمال القومي وقياسة الدخل القومي ومشكلاته ايه واساليبه ايه. هو محاضرة سهلة وبسيطة. تابعونا على قناة اجندز حتى نصل بكم الى كل جديد ان شاء الله. تابعونا في محاضرات قادمة، عندنا قناة شاملة جميع المراحل التعليمية وشاملة جميع التخصصات ان شاء الله. اشتركوا في قناتنا اجندز هتصل لك كل جديد، واشترك في قناتنا التانية اجندز منوعاتها تعجبكم برضو، وعندنا موقعنا الرسمي اجندز.com هيعجبك على جوجل، هيعجبكم جدا. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، تحت امركم في اي حاجه في التعليقات ان شاء الله. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.